صباح النور يا دكتور. النهارده الموضوع اللي هناخده التقاطع الامامي والعكس. احنا دلوقتي بعد التعديلات في مواعيد الامتحانات والمحاضرات هيبقى قدامنا اسبوعين بس، محاضره النهارده ان شاء الله ومحاضرتين في الاسبوع اللي جاي. محاضره النهارده هناخد فيها موضوع التقاطع الامامي والعكسي، محاضره بكره هتبتدوا مع دكتور علي الشابتر الاخير الخاص بالمنحنيات، ودي هناخد فيها المنحنيات الافقيه والمنحنيات الراسيه، فهتاخد ما بين محاضرتين لثلاث محاضرات. موضوع المنحنيات طويل شويه، هنحاول النهارده بسرعه نخلص الشابتر الخاص بالتقاطع الامامي والعكسي، وده هيبقى فيه تقريبا الثلاث مسائل مهمين، غالبا هيجي لكم واحدة فيهم، يعني إن شاء الله يعني هيجي لكم واحدة فيهم في الامتحان إن شاء الله. الغرض من التقاطع الأمامي والعكسي هو حساب إحداثيات نقط معينة، يعني الغرض النهائي مش قياس أطوال ولا قياس انحرافات ولا مساحات ولا ارتفاعات، لأ، حساب إحداثيات. ده بيستخدم أما بيبقى فيه صعوبة إن إحنا نوصل للنقط المجهولة اللي عاوزين نرصدها، اللي عاوزين نجيب احداثياتها، او بالعكس في صعوبه ان انا اوصل للنقط اللي انا عارف احداثياتها ومنها ابتدي احسب احداثيات النقطه المجهوله. يعني اما بيبقى في صعوبه في احتلال والرصد من نقطه من نقط من الاثنين، النقط المجهوله او النقط المعلومه، بنلجا للتقاطع الامامي والتقاطع العكسي. التقاطع الامامي بتبتدي الرصد من النقطه المعلومه ورايح للمجهوله، في التقاطع العكسي انت واقف عند النقطة المجهولة وبترصد على النقطة المعلومة، زي ما هتشوف خلال المحاضرة ان شاء الله. طيب، زي ما خدته من اول الترم ان واحنا بنحسب الاحداثيات عندنا مثلا نقطة معلومة اسمها A ونقطة مجهولة اسمها B، واحنا بنحسب الاحداثيات بتبقى عن طريق حساب المسافة ما بين النقطة المجهولة والنقطة المعلومة، او من النقطة A للنقطة B في المثال اللي قدامنا، حساب المسافة ما بينهم، وحساب الانحراف، بس حساب الانحراف من النقطة المعلومة للنقطة المجهولة. إيه هو الانحراف؟ هو الزاوية اللي بيعملها الضلع ده مع اتجاه الشمال. بس الضلع ده اللي اسمه AB لو تفتكروا ليه انحرافين، ليه انحراف مقاس عند النقطة A وانحراف تاني مقاس عند النقطة B اللي احنا بنتكلم عليه، أنهي واحد في الاتنين؟ اللي بنتكلم عليه اللي مقاس هنا في الحالة بتاعتنا، المقاس عند النقطة المعلومة. يعني وانت ماشي من النقطة المعلومة للنقطة المجهولة تمشي في الخط ده، بتمشي مسافة قد ايه؟ مسافة L من A ل B، ودي ما فيهاش مشكلة، مش هتتغير لو ماشي من A ل B او لو ماشي من B ل A، هي نفس المسافة اللي رايحة هي اللي هترجع. طيب، انما الانحراف لا، الانحراف من A بقيمة اهي الزاوية دي، ده اتجاه الشمال، الزاوية من اتجاه الشمال للضلع في اتجاه عقارب الساعة هي دي الزاوية بتاعتنا. بس لو من بي بتقيس الانحراف، فالخط الرأسي ده هيبقى اتجاه الشمال، وبتقيس الزاوية في اتجاه من اتجاه الشمال للضلع بتاعك في اتجاه عقارب الساعة، يعني كأنك بتقيس الزاوية دي كلها. ايه العلاقة ما بين الزاوية المقاسة عند ايه او الانحراف المقاس عند ايه والانحراف المقاس عند بي؟ العلاقة ما بينهم ان الفرق ما بينهم 180 درجة. لو الاولاني 30 يبقى التاني 30 زائد 180، لو التاني لو الاولاني 200 مش 30 هيبقى التاني 200 ناقص 180. المهم ان الفرق ما بينهم دايما بيكون 180 درجة. فدايما في الثلاث مواضيع اللي الثلاث طرق اللي هنستخدمهم في التقاطع الامامي والعكسي، بتلاقي المعادلتين اللي تحت دول هم اخر معادلتين بنشتغل بيهم. بيبقى عندي ضلع نقطة معلومة، والمسافة من المعلومة للنقطة المجهولة، وزاوية الانحراف وأنا ماشي في الاتجاه ده بدءا من النقطة المعلومة ومتجه للنقطة المجهولة. أول ما بوصل للحاجات دي إكس إيه وواي إيه اللي هي النقطة المعلومة، ده بيبقى مدهاني، وأنا الطرق الحسابية اللي بشتغل بيها الغرض منها النهائي إن أنا أجيب القيمتين دول، الطول والانحراف. جبت الطول والانحراف خلاص بتجيب المركبة الأفقية والرأسية، دي المركبة الأفقية لو فاكرين ودي المركبة الرأسية،
بجمعها على الإحداثي الأفقي وبجمعها هنا على الإحداثي الرأسي، المعلومين النقطة اللي ابتديت منها، بجيب الإحداثي X والإحداثي Y للنقطة المجهولة اللي أنا عاوز أرصد أو أحسب إحداثياتها. ده كده القاعدة العامة. طب نبتدي بقى في الطرق الثلاثة المهمين بالنسبة لنا، وحاول يعني تبقى المحاضرة سريعة شوية لأن الموضوع المفروض إنه ياخد أكتر من محاضرة. التقاطع الأمامي باستخدام الزوايا. هناخد طريقتين للتقاطع الأمامي وطريقة واحدة للتقاطع العكسي. طريقتين للتقاطع الأمامي اللي هي التقاطع الأمامي باستخدام الزوايا. الثانية التقاطع الأمامي باستخدام المسافات. يبقى المحاضرة هتتقسم جزئين، تقاطع أمامي وتقاطع عكسي. التقاطع الأمامي في طريقتين هناخدهم، الأولانية باستخدام الزوايا والتانية اللي قدامكم دلوقتي باستخدام المسافات. نرجع تاني للتقاطع الأمامي بقى باستخدام الزوايا. إمتى بنلجأ للتقاطع الأمامي باستخدام الزوايا؟ زوايا يعني متكلم على جهاز زي التدوليت اللي هو بيقيس الزوايا، أما بيبقى متوفر عندي جهاز التدوليت بس مش عارف أوصل للنقطة المجهولة واحتلها بجهاز مساحي، مش عارف أوصل لها، أو إن مفيش طريقة وسيلة عندي بقيس بيها المسافات، يعني مش عارف أقيس المسافة من A ل-C، A نقطة معلومة و-C نقطة مجهولة مثلا، مش عارف احتلها او مش عارف اوصل للنقطة C، يعني في عائق هنا يعوق قياس المسافات وفي او نقطة C مش عارف احتلها. بعمل ايه؟ بختار نقطتين. فكرة كده هنقولها بسرعة وبعدين نبتدي نشرحها بخطوات ادق شوية. دي نقطة مجهولة بتروح عند نقطة معلومة وترصد عليها التدوليت، تجيب قراية الدائرة الافقية، بعدين توجه على النقطة المعلومة وتجيب قراية الدائرة الأفقية، تطرحهم من بعض بتجيب الزاوية اللي عند نقطة A، وتكرر نفس الكلام عند نقطة B، تروح عند B ترصد على النقطة الأولى المعلومة مثلا في الرسمة بتاعتنا، بعدين النقطة المجهولة تطرح القرايتين من بعض بتجيب قراية الدائرة الأفقية أو التدوليت، بتجيب الزاوية عند B. يعني إيه؟ يعني حسبنا قسط، قسنا الزاوية اللي عند A وقسنا الزاوية اللي عند B. ماشي، بقى المثلث ده معلوم فيه كم حاجة، كم زاوية، الزاوية دي اتقاست والزاوية دي اتقاست، يعني بالتبعية الزاوية التالتة خلاص عرفنا قيمتها، تلاتة مجموعهم 180 درجة. طيب عندي النقطة A معلومة الإحداثيات والنقطة B معلومة الإحداثيات، يعني إيه؟ يعني المسافة ما بينهم أقدر أجيبها ولا لأ؟ أيوه، جذر التربيع لفرق الاحداثيات دي تربيع زائد فرق الاحداثيات دي تربيع. الانحراف اعرف اجيبه، ايوه، المركبه الرأسيه، المركبه الافقيه على المركبه الرأسيه، ده تاني زاويه الميل او زاويه الانحراف في المختصر، احسبها واحسب منها زاويه الانحراف. طب لو عرفت انحراف الضلع ده وطوله، وطبعا ضلع اعرفهم بسهوله لان عارف احداثيات النقطه ايه واحداثيات النقطه دي، يعني ايه نقطه ايه معلومه؟ يعني اكس واي بتاعتها معلومه. يعني ايه النقطه بي معلومه؟ يعني اكس واي بتاعتها معلومه. وطبعا يعني ايه سي مجهوله؟ يعني مش عارف الاحداث الافقي والاحداث الرأسي. اكس واي اللي بنتكلم عليها لا اطوال ولا مركبات، اكس واي دي الاحداثيات بتاعه النقطه في الشابتر بتاعنا ده. طيب لو عرفت الزاويه دي لسه قايسينها وعارف انحراف الضلع ده من ايه لبي، تعرف تجيب انحراف الضلع ده؟ ايوه، انحراف الضلع ده من الاتجاه الشمال، الزاويه اللي بيعملها من الاتجاه الشمال، لو طرحت منه الزاويه دي اللي هيتبقى لي الزاويه دي من خط الشمال اللي هو مش مرسوم ده، الخط الوهمي الرأسي للضلع ده، ده كله انحراف اي بي، طرحت منه الزاويه اللي عند ايه، يبقى وقفت هنا، يبقى الزاويه اللي باقيه لي هي الزاويه دي اللي هي بتمثل ايه؟ بتمثل انحراف الضلع اي سي. يبقى جبت انحراف الضلع ناقص اجيب الزاويه بتاعته من قاعده الساين، ان كل طول على الساين الزاويه المقابله ليه بيساوي الضلع الثاني على الزاويه على ساين الزاويه المقابله للثلاث اضلاع وهكذا، هنشوفه احنا بنحل. يبقى هقدر كمان اجيب طول الضلع،
طلع ده ومن دي حسبت انحرافه، يبقى عارف طول وانحراف، يبقى انا وصلت، هرجع سلايد ورا، وصلت للوضع ده، عارف طوله وانحرافه، طوله وانحرافه، يعني هجيب المركبة الأفقية بتاعته أعرف أجيبها، والمركبة الرأسية بتاعته أعرف أجيبها، هجمعها على إحداثيات النقطة المعلومة، هجيب إحداثيات النقطة المطلوبة اللي في المثال بتاعنا دي. الخطوات اللي مكتوبة قدامكم هنا بالتفصيل شوية. يبقى إيه المعلومة اللي هبتدي بيه؟ إحداثيات النقطتين A و B. A و B إحداثياتهم معروفة، X و Y بتاعت كل نقطة فيهم معروفة. كمان لازم يبقى معلوم الزاوية عند A والزاوية عند B، الزاوية الداخلية دي عند A والزاوية اللي عند B. ودي هتجيبهم إزاي؟ دول هنجيبهم بالقياس باستخدام جهاز التجريب. إيه المجهول اللي عندي؟ إحداثيات النقطة C اللي فوق دي، دي اللي مطلوب تحديد إحداثيات. دي خطوات الحل، وبعدين هناخد مثال عليها. أول حاجة، أول خطوة، حساب طول الخط AB وانحرافه. AB ده هو الخط الواصل ما بين النقطة A والنقطة B، النقطة A والنقطة B هما النقطتين معلومتي الأحداثيات. بعد كده يبقى أنا عرفت الطول، الزاوية دي عرفتها والزاوية دي عرفتها، وعارف كمان الطول ده خلاص وانحرافه وحسبته. أجيب أطوال الأضلاع اللي باقية، ال اي بي ده معروف، ال بي سي ده مش معروف أقدر أحسبه، ال اي سي مش معلوم أقدر أحسبه. بعد كده من أي نقطة من الاتنين، النقطة A أو النقطة B، أبتدي أحسب إحداثيات النقطة C. يعني النقطة C دي تقدر توصل لها من النقطة A، لأن النقطة A معلومة، أو مش واه، أو توصل لها من النقطة B عشان برضو النقطة B معلومة، فمن هنا أقدر أجيب النقطة C. إحنا قلنا انحراف AC بيساوي على الرسمة، انحراف AC بيساوي انحراف AB ناقص إيه؟ ناقص الزاوية دي. من هنا الكلام ده أهو، انحراف AC يساوي انحراف AB ناقص الزاوية A. انحراف AC يعني من الشمال للضلع AC يساوي انحراف AB يعني من الشمال للضلع AB اللي هي الزاوية الكبيرة دي، ناقص الزاوية اللي عند A. تمام. طب للناس اللي هتحسب من عند النقطة B، هيبقى انحراف بي سي، انا بتحرك من المعلوم للمجهول، فالمعلوم مين في حالتنا؟ بي. لو انا هشتغل على الضلع بي سي، انا واقف عند بي وعاوز اقيس انحراف الضلع بي سي، يعني الزاوية دي كلها من الشمال اهو، هلاقي في اتجاه عقارب الساعة لغاية ما اوصل للضلع بي سي، الزاوية اللي هنا على الرسمة مثلا 320 درجة، حاجة زي كده 340 درجة، رقم كبير على الرسمة اللي قدام دي. بتتجاب ازاي؟ انا عارف انحراف اي اي، لو الزاوية من الشمال مع عقارب الساعة لغاية بي اي، يعني وقفت هنا، كانت مثلا 300 درجة. عشان اجيب انحراف اي سي، مش هقف عند الضلع ده، لا هكمل كمان لغايه ما اوصل للضلع بي سي، هكمل كمان الزاويه اللي هضيفها دي مقدارها ايه على الرسمه، او هي الزاويه اللي اسمها ايه، هي الزاويه اللي هنا اللي اسمها ايه، زاويه بي. فاخد انحراف الضلع بي ايه واجمع عليه، مش هطرح منه، واجمع عليه الزاويه اللي عندي بي، هجيب انحراف الضلع بي سي. مكتوب هنا الكلام ده، انحراف بي سي يساوي انحراف بي ايه زائد الزاوية اللي عند بي. ليه جمعنا هنا؟ عشان ده شكل الرسم هو اللي بيقول لك، ففي المسائل دي لازم ترسمها عشان تعرف تجمع ولا تطرح. اطرح الزاوية، اطرح الزاوية ولا اجمعها؟ ليه طرحنا هنا؟ عشان شكل، لو النقطة ايه هي اللي مكان بي وبي مكان ايه، كان القانون ده هيبقى هو هو ولا هيتغير؟ هيتغير.
يعني مش شرط النقطة اللي اسمها ايه بطرح عندها والنقطة اللي اسمها بي بجمعها، لا طبعا، على حسب الشكل بتاعي عامل ازاي. طب لو النقطة سي المجهولة دي الناحية التانية مش فوق الضلع تحت الضلع، القانون هيتغير. فارسم الشكل بتاعك واعرف شكل المسألة ايه، ومنها هتعرف انا هجمع الزاوية ولا هطرح الزاوية. خد بالكم النقطة سي دي مجهولة، انا مش عارف احداثياتها، ممكن مكانها يطلع تحت. هنعرف مع بعض، انا هعرف مكانها هي فوق ولا تحت ازاي من الارقام بتاعت المسألة. طيب المهم ان النقطة ايه والنقطة بي ينفع من اي واحدة فيهم اوصل للنقطة سي، بس اراعي ان انا وانا بحسب الانحراف احسبه صح. حساب الطول ما فيهوش مشكله، ما فيهوش طرح ولا جمع. المشكله اللي عندك امتى تطرح الزاويه وامتى تجمع الزاويه على حسب الاتجاهات بتاعت الرسم بتاعك. يعني لو النقطه، حد يجاوبني، لو النقطه سي دي تحت كان انحراف اي سي ده، الزاويه هتبقى ماينس ايه ولا بلس ايه؟ تبقى زائد. ليه؟ لان ده الضلع تحت. طب والعكس عند النقطة بي، الضلع ده بقى لتحت فانحرافه اقل، انحرافه اقل يبقى اطرح الزاوية، الزاوية دي مش هتبقى لفوق هتبقى لتحت، يبقى القانون هيتعكس زي ما زميلكم قال، اللي فوق هتبقى بلس اللي تحت هتبقى ماينس. لو النقطة دي ما تخلوش ده الكلام ده يلخبطكم، انا برسم الشكل بتاعي اللي هو عبارة عن ايه، مش شكل معقد، هما كلهم ثلاث نقط، ارسم الثلاث نقط دول حتى لو بايدك من غير مسطره ولا سكيل ولا اي حاجه. رسم المسائل في كل في اغلب الشباتر بتاعتنا بيبقى مهم جدا. يعني مثلا المساله دي لما اجي تحلها، هنفترض دي معلومه ودي معلومه ودي مجهوله، تتوقع ان اكس هتطلع اكبر من اكس ايه ولا اصغر، واكبر من اكس بي ولا اصغر من الرسمه اللي قدامنا؟ من الشكل اللي قدامي واضح ان سي في نص المساء، مش في نص، ما بين A و B، يبقى الاكس بتاعتها اكبر من واصغر شوية من الاكس بتاعت البي. لو الحل بتاعي طلع لي الارقام دي يبقى انا حل المسألة صح، ما لفتش مني المسألة. فالكروك اللي انا برسمه في الاول ده طبعا بيسهل لي الخطوات ومن غيره ممكن اغلط والكلام ده كله، واهم حاجة كمان انه بيخليني اعرف انا حل المساله صح ولا غلطان فيها، تتشيك عليا. طب برضو من شكل الرسمه دي انا اتوقع ان الواي بتاعت سي هتطلع اكبر ايه برقم كبير، واكبر من الواي بتاعت ايه بحاجه بسيطه، ما اقدرش اعرف هتطلع اكبر منها ب 10 ب 20 ب 100 مش مهم، انما هتطلع اكبر، الواي هتطلع اكبر من الواي بتاعت الايه. فده التشيك الوحيد اللي ممكن تعمله عشان تتأكد ان الشغل بتاعك صح. طيب لو عندك وقت وانت بتحل المسألة دي تحسبها، تجيب احداثيات سي من النقطة ايه وتجيبها من النقطة بي لو عندك وقت. خدوا بالكم من هنا اللي مكتوب او الحساب، مش و الحساب، يعني مش شرط انك تشتغل من النقطتين، بس لو عندك وقت او شاكك في الحل بتاعك في الخطوة الاخيرة دي احسب من النقطة بي كمان. المفروض ان الاحداثيات بتاعت النقطة المجهولة اللي هي سي اكس سي واي سي تطلع هي طبعا من الاختلاف. دي قاعدة الساين اللي كنا بنقول عليها، طول الضلع اي بي على ساين الزاوية المقابلة ليه، ساين المقابلة مثلا 150، دي مثلا تطلع 90، فبلاش 90 خلينا نقول رقم 70، فسبعين هي 110، الساين بتاع الاثنين نفس الرقم. لو القانون ده يلخبطك، طول كل ضلع على الساين الزاوية المقابلة لي، ضلع بي سي فين بي سي اهو، الزاوية اللي في وشه مين هي الزاوية دي، يبقى الزاوية ايه، يبقى ال بي سي على ساين ايه. اخر حاجة ال اي سي ده، يبقى الزاوية المقابلة لي الزاوية دي اللي هي اسمها الزاوية بي. اي بي اهو الزاوية المقابلة ليه هي الزاوية سي، يبقى هنا نكتب الزاوية سي اللي هي بتساوي 180 ناقص A ناقص B. 180 ناقص A ناقص B، أو 180 ناقص A زائد B جوه القوس، بس ساين ده هو ساين ده. يعني رأيي إنكم ما تستخدموش حتى القانون ده، احسبوا الزاوية عادي واشتغلوا عليه. طب ناخد مثال لحساب إحداثيات النقطة B.
شمال الخط. شمال الخط ليه؟ عشان الحل ينفع يبقى هنا، نقطة بي ينفع تبقى هنا وينفع تبقى تحت. هو لازم يحدد لك في المسألة هي فوق ولا تحت. هنا حددها لك إنها فوق الخط، ماشي. شمال الخط اي بي تم إجراء الأرصاد الآتية باستخدام التثبيت. إيه الأرصاد اللي خدها دي؟ وقف عند النقطة إيه؟ اللي هي نقطة معلومة الإحداثيات، إحداثياتها 90 و50، إكس بتاعتها 90 وواي 50، دي إحداثيات النقطة إيه؟ يبقى النقطة إيه معلومة. وقف عند النقطة بي وخد مجموعة أرصاد هنشوفها، بس النقطة بي دي إحداثياتها الكوردز بتاعتها 20 و30، يعني إكس بتاعتها 20 وواي 30، دي إحداثيات. يبقى النقطة بي كمان النقطة معلومة، يبقى ايه معلومة وبي معلومة، ورصد على نقطة مجهولة. رصد ايه بقى؟ أطوال ولا زوايا؟ رصد أطوال، يبقى ده الجزء اللي لسه ما شرحناهوش اللي جاي عليه الدور بعد المثال ده إن شاء الله. رصد زوايا، يبقى ده تقاطع أمامي باستخدام زوايا. طب رصد زوايا اداني الزاوية دي، اداني زاوية ايه؟ هو واقف عند ايه؟ اداني القراءة بتاعت الدائرة الأفقية، horizontal circle reading، قراية الدائرة الأفقية، وهو باصص على النقطة بي. أنا واقف عند إيه؟ وجهت عند بي، الجهاز قرا لي كام درجة؟ 13 درجة 10 دقيقة 12 ثانية. يعني وأنا باصص في الاتجاه ده كانت القراءة 13 10 12. لف الجهاز وهو واقف عند إيه برضه؟ التدليك فين؟ عند النقطة إيه؟ وبص على النقطة المجهولة اللي هي بي. البي دي القراءة بتاعتها كام؟ 53 درجة 7 دقيقة 20 ثانية، ماشي. يعني هنا أرى 13 وشوية وهنا أرى 53 وشوية. أجيب الزاوية عند إيه إزاي؟ أطرح الرقمين دول من بعض. طيب اكتفى بكده؟ لا، كرر نفس الكلام، شال الجهاز بتاعه اللي كان حاطه عند النقطة إيه اللي بيقيس بيه الزوايا اللي هو التيدوليت مثلا أهو، النقطة A، وراح حطه على النقطة B اللي هي برضو نقطة معلومة الإحداثيات. وجه على النقطتين اللي عنده، النقطة المجهولة والنقطة المعلومة. أما وجه عند النقطة المجهولة خد قراية الدائرة الأفقية كانت بتساوي كام؟ صفر. كان مصفر الدائرة الأفقية عندها، القراءة عندها بصفر. ولف الجهاز بتاعه المنظار بتاعه، وبدل ما كان باصص على النقطة المجهولة بقى باصص على النقطة التانية المعلومة اللي اسمها في المثال بتاعنا ايه، وخد القراءة بتاعتها كانت 60 درجة 39 دقيقة 20 ثانية. يبقى الزاوية اللي عند بي هي ايه؟ هي القراية دي الكبيرة ناقص القراية الصغيرة. القراية الكبيرة اللي هي 60 وشوية ناقص القراية الصغيرة اللي في المثال بتاعنا كانت صفر، نفس اللي اتعمل فوق، القراية الكبيرة ناقص القراية الصغيرة 53 وشوية ناقص 13 وشوية. نرجع تاني، على 60 وشوية ناقص الصفر، أما أطرحهم من بعض هجيب إيه؟ هجيب الزاوية ما بين النقطة دي والنقطة دي المقاسة عند النقطة بي، يعني الزاوية بي. الزاوية اللي عند بي دي اسمها إيه؟ اسمها بي بي إيه. بي تقيلة، بي خفيفة، إيه. يبقى أنا كده كأني حسبت الزاوية دي وحسبت الزاوية دي. نبتدي بقى خطوات الحل زي ما قدام. قال لك أول خطوة في الحل هي إيه؟ يتم رسم المسألة من الإحداثيات. طبعًا توقيع نقطتين بالتقريب من الإحداثيات دي مش عملية معقدة، مش هتاخد منك دقيقتين. وأنت بتعملها عشان تطلع الشكل البسيط اللي قدامنا ده. بس طلعت الشكل ده هتلاقي المسألة ماشية معاك بسهولة وعارف أنت بتعمل إيه. تحطش قوانين وتعوض وفي الاخر تطلع بتحل مسألة تانية لفت المسألة منك مثلا. طيب تاخد بالك اما قال هنا شمال، يعني النقطة المجهولة دي اما اجي احطها احطها هنا ما احطهاش تحت. اول خطوة بقى في الحسابات، في الحسابات بتاعتنا، حساب طول الخط اي بي وانحرافه. ايه الخط اي بي ده؟ اللي هو الخط اللي واصل ما بين النقطتين معلومتي الاحداثيات. اول خطوة عشان احسب الطول بجيب فرق الاحداثيات الافقيه وفرق الاحداثيات الراسيه. النقطه، طب خلونا كده نشوف الرسمه دي صح ولا غلط الاول.
الشكل اللي مرسوم ده صح ولا لفت مننا واحنا بنرسمها؟ هي احداثيات ايه بكام؟ اكس ب 90 وبي بتاعت اكس بتاعتها ب 20، يبقى مين فيهم اللي هتبقى ناحيه اليمين ناحيه الشرق؟ نقطه ايه؟ ان دي ب 90 ودي ب 20. يعني لو فرض ان الخط اللي انا واقف عليه ده هو المحور الراسي، المسافه دي 90، المسافه دي 20، والمسافه دي 90، يعني نقطه ايه؟ يمين النقطه بي. بس يمين النقطه بي واعلى منها ولا اوطى منها؟ فوق كده ولا تحت؟ نشوف الاحداثي واي. النقطه ايه؟ الواي بتاعتها 50 والنقطه بي الواي بتاعتها 30، يبقى ايه الواي بتاعتها؟ هنفترض ان الخط الافقي اللي هو تحت الشاشه ده، بدايه السكرين من تحت، هو الواي، هو المحور اكس. هنا هقيس اوصل للنقطه بي بواي 30، المسافه دي لو 30 مثلا يبقى النقطه دي 50، يعني اعلى منها. يعني نقطه ايه يمين النقطه بي لان الاكس بتاعتها اكبر، واعلى من النقطه بي لان الواي بتاعتها اكبر. يبقى الخط ده مرسمه ارسمه بالشكل ده، من ايه لبي هنزل لتحت شمال. بعد كده قال لي ان النقطه بي النقطه المجهوله شمال الخط، اقوم حاططها فوق الخط. قال لي جنوب الخط، احطها هنا جنوب الخط. نرجع تاني لخطوات الحل. يتم حساب طول الخط اي بي، جبنا فرق الدلتا اكس قد ايه ودلتا واي قد ايه. دلتا اكس انا ماشي من ايه لبي، اما تمشي من ايه لبي هتجمع ولا هتطرح في الاكس؟ دي كانت 90 وماشي ناحيه البي اللي هتوصلني ل 20. يبقى دلتا اكس هتطلع اشارتها موجبه ولا سالبه؟ من البدايه للنهايه هتطلع سالبه. ال 90 هطرح منها 60 عشان اوصل للاتجاه ده، عشان اوصل للنقطه دي. ونفس الكلام عند الواي، ال 50 هطرح منها 30 عشان اوصل للنقطه دي. ففرق او المركبه الافقيه للضلع ده هتطلع ناقص 70، والمركبه الراسيه لنفس الضلع هتطلع ناقص 20. يعني من A ل B همشي ناحية الغرب، ومن A ل B همشي ناحية الجنوب. جبت دلتا إكس ودلتا واي، المركبة الأفقية للضلع والمركبة الرأسية للضلع. طول الضلع بيساوي الجذر التربيعي لدلتا إكس تربيع زائد دلتا واي تربيع، يعني أو الجذر التربيعي للمركبة الأفقية تربيع زائد المركبة الرأسية تربيع. المركبة الأفقية اللي هي 70 هي فارق الإحداثيات الأفقية، والمركبة الرأسية ال 20 هي فرق المركبات الرأسية. الجذر التربيعي للمركبة الأفقية تربيع والرأسية تربيع، جبت طول الضلع. ناقص أجيب زاوية انحراف. زاوية الانحراف اللي هتطلع معانا هي زاوية الانحراف المختصر. تتجاب ازاي؟ تان ماينس 1 دلتا اكس على دلتا واي. تان ماينس 1 دلتا اكس دي على دلتا واي اللي هتطلع لي، هتطلع الزاوية دي اللي مش مرسومة، اللي هي الانحراف المختصر اللي زي ما قلت لكم في المحاضرة بتاعت مراجعة الترم اللي فات السنة اللي فاتت، انها مقاسة من أقرب اتجاه رأسي وقيمتها من 0 ل 90. ده اللي بيطلع لي من القانون تان ماينس 1، بيطلع لي دايما زاوية من 0 ل 90، يعني الزاوية المقاسة بالاتجاه الرأسي اللي جنبها. تتجاب ازاي؟ المركبة الأفقية على المركبة الرأسية. طلعت هنا 74 درجة 3 دقيقة 16.5 ثانية. طب دي الزاوية بتاعت الانحراف المختصر، ازاي احولها لانحراف دائري؟ اشوف هي في انهي ربع؟ هي في الربع الثالث. مين اللي قال انها في الربع الثالث؟ لان المركبه الافقيه سالبه والمركبه الراسيه سالبه. ده لو مش راسم الشكل،
ولو رسم الشك مين اللي قال لي ان انا في الربع الثالث، ما انا ماشي من A ل B، لو عملت عند A 4/4 خط راسي وخط افقي، يبقى الضلع بتاعي ده A B في انهي ربع؟ في الربع الثالث. يبقى الزاويه اللي طلعت لي انهي زاويه؟ هي الزاويه دي. لو دي الزاويه بتاعتي يعني مقاسه من انهي اتجاه، الشمال ولا الجنوب؟ حد يجاوب. جنوب. مقاسه من الجنوب لان انا في الربع التالت، عشان اجيب الانحراف الدائري بتاعها يبقى اجمع 180 ولا اطرح 180 ولا اعمل فيها ايه بالظبط؟ اشوف هي أجمع في الربع التالت. نجمع 180 صح، هي في الربع التالت، هي الزاويه دي، مش مهم في انهي ربع، هي الزاويه دي. طب انا مش عاوز الزاويه دي مع الخط بتاع الجنوب، لا انا عاوزه من الشمال، يبقى اجمع عليها قد ايه؟ ال 180 درجه، يعني كاني واقف من الشمال وصلت لغايه الجنوب قست 180 درجه، وبعد كده ابتديت اقيس الزاويه اللي هو قال لي عليها اللي انا حسبتها ال 74 درجه، يبقى اجمع عليها 180 درجه. يبقى انت في الربع الثالث عشان تحول من انحراف مختصر لانحراف دائري بتاخد الزاويه بتاعت الانحراف المختصر وتجمع عليها 180 درجه. ده لو هتحفظ القانون، لو هتفهم يبقى هتعمل اللي احنا قايلينه ده. من الشك انا عاوز الزاويه دي، تتوقع الزاوية اللي تطلع لك في الانحراف الدائري من غير الحل خالص، تتوقع الزاوية دي من كام لكام؟ محدش يبص على الأرقام، على الرسمة، على الرسمة دي الزاوية من الخط الرأسي تبقى مع ضرب الساعة 270 رقم ما بين 180 ل 270، 270 وشكله كده يعني مش ناحية ال 180، ناحية ال 270 كمان وشوية، أقرب لل 270، ده الرسمة بتقول لي كده. طيب لو انا حسبت الانحراف الدائري الصح وطلع معايا جمعت 180 درجه على المختصر طلع 254 درجه وشويه، 254 دي ما بين ال 180 وال 270، ايوه يبقى انا ماشي صح لغايه دلوقتي، ما لفتش مني المساله، كان المفروض اطرحها من 180 مثلا لو في الربع الثاني، لا وانا جمعت ما غلطتش يعني، فالقيم طالعه معايا صح. يبقى الشكل ده بيخليني في خطوه زي دي اشوف انا حاسب تقريبا صح ولا لا. لو واحد وهو بيحسب هنا غلط، خد الانحراف زي ما هو ونسي يجمع ال 180 درجة، يطلع مع الانحراف بتاع الضلع ده كام؟ 74 بس، ده بالخطأ يعني، ده انحرافه من الشمال كل الزاوية دي 74 درجة يعني أقل من 90؟ لا طبعا، يقوم ياخد باله إن عنده حاجة محتاجة أو لازم يراجعها في الحل بتاعه. طب كده جبنا الطول والانحراف بتاع الخط إيه؟ بتاع الخط اي بي. طب لو كنت حاسب انحراف الخط بي ايه كان هيطلع كام؟ هيطلع نفس المقدار ده بس فارق عنه 180 درجه، لان ساعتها هيبقى انحراف خلفي مش امامي. فانا بشتغل على من ايه لبي، عملت انحراف قست انحراف عند ايه 254 درجه. لو انا واقف وماشي من بي لايه وقست الانحراف كان هيطلع 254 درجة ناقص 180 اللي هي ال 74 يعني. خدوا بالكم انت الضلع ده كاتبه اي بي وبي اي في الاطوال مش هتفرق. انما في الزاوية بتاعتنا انحراف اي بي غير انحراف بي اي بتاع 10 مرات اهو. طب بعد كده نكمل عاوزين نحسب الزاوية الأفقية عند النقطة ايه والزاوية الأفقية عند النقطة B. قلنا الزاوية الأفقية هي إيه؟ هي فرق القرايات دي عند النقطة A هيجيبوا لي الزاوية اللي عند A، وفرق القرايات دي عند النقطة B هيجيبوا لي النقطة B. افتكروا الأرقام عشان هننقل على السلايد التانية، 13 و53 و0 و60. 53 أطرح منها ال 13 جبت الزاوية عند A تمام، و60 أطرح منها الصفر جبت الزاوية اللي عند B، خلاص يبقى عرفت الزاوية دي وعرفت الزاوية دي. معروف في الثلاث زوايا بتوعه الاثنين دول اتحسبوا، والثالثة اجيبها ازاي؟ 180 ناقص A ناقص B. يبقى الثلاث زوايا تعرف، والطول AB اتعرف ولا ما تعرفش؟ طول AB اتحسب اهو، يبقى مثلث معلوم في الثلاث زوايا، وطول ضلع اقدر اجيب طول الضلعين التانيين. هجيب طول الضلعين التانيين ولا هجيب طول واحد فيهم؟ لا اجيب طول واحد فيهم بس. هنا في المثال اللي عندنا
هجيب طول الضلع ايه بي. طول الضلع ده هجيبه من القانون ده، القانون ده هنا طول بي، وعارف الزاوية المقابلة ليها، بس في الجزئين التانيين عارف الزاوية فعرف اجيب الساين بتاعتها، بس مش عارف الطول. انت عاوز تحسب انهي طول فيهم، من النقطة المعلومة اللي اسمها ايه للنقطة المجهولة، ولا من النقطة المعلومة اللي اسمها بي للنقطة المجهولة؟ اختار واحد من الاتنين، خلينا نختار النقطة ايه اللي الحل عليها. عوض هنا في القانون، مش لازم تعوض وتجيب الاتنين دول، مش لازم تعوض وتجيب الطولين دول، انت هتجيب يا ده يا ده، تعوض في القانون تعويض مباشر ما فيهوش اي حاجة، بتجيب طول اي بي، خلينا نقول زي ما المثال عامل كمان، وجايب البي بي من النقطة المعلومة للنقطة الموجودة. من A ل B هو اللي يهمنا، طلع بكام؟ 64 و56 من 100 متر، ده طول يعني بالمتر. بعد كده نبتدي نحسب انحراف الضلع A B. انحراف الضلع A B دي المجهولة، ايه علاقته بانحراف الضلع اي بي؟ أجمع عليه الزاوية. نجمع عليه الزاوية، اهو المثال جه الحتة اللي هرجع تاني للشرح، ما قلت لكم هنا بنطرح ونجمع، بنطرح ونجمع على حسب الرسمة. اول مثال جالنا كانت النقطة اللي اسمها ايه، بدل ما كانت هي اللي الناحية دي، طب نجمع بنطرح منها، لا ده بقت هي اللي تحت، هي اللي الناحية دي، فالانحراف بقى بيتجمع عليه. طب يعني هي اللي خدت مكان النقطة بي في المثال في الشرح النظري. مالناش دعوة، احنا على الرسمة بتاعتنا. أنا لو عندي الانحراف بتاع الضلع ده بقاس من عند النقطة ايه، عشان أجيب انحراف الضلع من النقطة المعلومة للنقطة المجهولة من ايه ل بي، هجمع ولا أطرح الزاوية زي ما قال زميلكو ده بعده، يبقى هجمع الزاوية. الزاوية اللي اسمها ايه؟ الزاوية اللي اسمها ايه؟ طب انحراف اي بي كان بكام؟ انحراف اي بي طلع معانا في الحل 254 درجة 3 دقيقة 16 و8 من 10 ثانية في السلايد اللي قبل كده. عشان نجيب انحراف الضلع اللي واصل من النقطة المعلومة للنقطة المجهولة من الرسمة، هجمع عليه الزاوية. هجمع عليه الزاوية ايه؟ زاوية ايه اللي هي 39 درجة 57 دقيقة 8 ثانية، هجمع عليه القيمة دي، يطلع لي انحراف الضلع A B من الرسمة دي. لو قلنا ده انحرافه 254، نتوقع ان ده انحرافه هيكون اكبر ولا اقل؟ هيبقى أكبر. والخط ده بيعمل 254 درجة، اللي بعده هيبقى رقم اكبر ولا اقل من 254؟ اكيد هيبقى أكبر. من الرسمة اكبر من ال 254. اللي طلع معانا هنا كام؟ 294، اكبر من 254، صح. يبقى انا كان صح ان انا اجمع الزاوية المقاسة عند ايه. لو واحد غلط وعوض في القانون اللي هو حافظه عند النقطة اللي اسمها ايه، كل نقطة كأنك اي نقطة اسمها ايه لازم تطرح من عندها. انا افترض انه اطبق القانون بالغلط وطرح الزاوية كان ال 254، هطرح منهم ال 39، هطرح بالغلط هطرح ال 39 فيطلع لي مثلا 214. 214 يعني الضلع ده يبقى الناحيه دي، بس هو على الرسمه الناحيه دي، يبقى انا كان غلط ان انا اطرح. هرجع تاني وراجع المفروض اطرح ولا اجمع، يقوم يكتشف الغلطه بتاعتي. طب حسبنا انحراف الضلع من A ل B، من A ل B طلع 254 درجه، يبقى انا الضلع اي بي دلوقتي معلوم بالنسبه له ايه؟ ضلع اي بي ده معلوم طوله اهو، ومعلوم وجبت الطول ازاي؟ من قاعده الصين. معلوم انحرافه، وجبت انحرافه ازاي؟ بانحراف الضلع المعلوم، وجمعت او طرحت الزاويه على حسب الشكل بتاعي، وجبت انحراف الضلع اللي واصل من النقطه ايه للنقطه بي المجهوله، يبقى عارف طوله وانحرافه. عشان اجيب احداثيات النقطة بي يبقى همشي من A ل B، يبقى لازم كمان اكون عارف احداثيات النقطة ايه. هو انا عارف احداثيات النقطة ايه؟ اه طبعا.
كانت النقطة إيه اللي ابتديت بيها حل المسألة اللي استخدمتها في حساب الطول للضلع ده وانحرفه. إحداثيات النقطة إيه أهي؟ التسعين والخمسين هيحصل لهم إيه؟ اتغيروا بمقدار قد إيه عشان أوصل للنقطة بي؟ يبقى بجيب إحداثيات النقطة بي المجهولة، خلاص قلت لكم القانون اللي دايما كل المسائل اخر خطوه فيها ان انا بعوض في القانون ده، اكس زائد ال ساين ثيتا وواي زائد ال كوزاين ثيتا. ال 64 ساين ثيتا اللي هي زاويه الانحراف يعني ساين 254، ده كده مركبه الضلع الافقيه تطلع زي ما هي باشارتها، بقى هي هتظبط نفسها. انا بكتب الزاويه الحقيقيه الانحراف الدائري بيطلع الساين والكوزاين بيطلعوا باشاره بتعبر انا ماشي ناحيه الشرق ولا الغرب، ماشي ناحيه الشمال او ناحيه الجنوب. ما بقعدش احسب، ما بحولهاش لانحراف مختصر والكلام ده، فاكر قلت لكم كده واحنا بنشرح التيدوليت ترافرسات. اجمعه باشارته، هو هيطلع موجب بيطلع سالم ماليش دعوه، بس بحطه على النقطه ايه. ليه حطيته على النقطة ايه؟ لان دي مركبة الضلع اللي ماشي من A ل-B. انا باخد انحراف ايه؟ الضلع ده من A ل-B مش انحراف B ل-A. انا بما اني ماشي من نقطة لنقطة فباخد انحراف الخط ده، انحراف الخط ده يعني نقط حرف A هو اللي مكتوب الاول، يعني البوصلة اللي بتقيس الانحراف كأنها واقفة عند نقطة ايه؟ واقفة عند نقطة A. المهم ده اللي عاوز يفهم، انما اللي مش عاوز وهيعوض مباشرة انا بحط الاكس وبجمع عليها ال ساين ثيتا وواي وبجمع عليها ال كوزين ثيتا، والساين ثيتا وكوزين ثيتا هيطلعوا باشارة موجبة او اشارة سالبة على حسب الربع اللي انا فيه. هو انا في انهي ربع؟ ضلع اي بي ده في انهي ربع؟ الربع الثالث يا دكتور. لا الرابع الرابع الثقيله اللي هي المجهوله. انا طب في الربع الرابع اكس هتزيد ولا هتقل مقارنه بالنقطه ايه؟ ماشي ناحيه الشرق ولا ناحيه الغرب؟ الربع الرابع ماشي ناحيه هتقل. واي هتزيد ولا هتقل في الربع الرابع؟ هتزيد اكس هتقل واي هتزيد. طب نشوف الحل اللي طلع معانا. النقطة المجهولة الاكس بتاعتها بكام؟ ب 31. 31 هي كانت كام النقطة ايه؟ 90. يبقى زادت ولا قلت؟ قلت ماشي مع الشكل صح كده لأنها في ربع الرابع. إنما الواي لازم تزيد، كانت 50 وطلعت معانا في الحل كام؟ 76. يبقى زادت يبقى صح. النقطة دي فوق اهي. من قبل الحل، من قبل ما احط اي خط، مش اي خط، من بعد ما حطيت الخطوط ورسمت الشكل، انا متوقع ان الاكس بتاعت النقطة دي هتطلع اقل من النقطة ايه، وان الواي بتاعت النقطة دي هتطلع اعلى من النقطة ايه. ده فعلا اللي طلع معايا في نهاية المسألة. لو كنت غلطت عكست النقطة ايه دي كان النقطة بي، أو حطيت النقطة بي تحت أو أي حاجة، كان الحل بتاعك مش هينطبق على الرسم. إحنا الحل بتاعنا انطبق على الرسم، يبقى إن شاء الله صح. تمام كده؟ حد عنده أسئلة في الحتة دي؟ كويس. ننقل على الموضوع التاني. ترتيب الأهمية كده، الموضوع الأول والتاني والتالت ده ترتيب الأهمية بتاعته. الموضوع الثالث او الثاني اسف، التقاطع الامامي باستخدام المسافات. هو كان اللي فات ايه؟ التقاطع الامامي باستخدام الزوايا، كنا بنقيس زوايا. هنا بقى مش هنقيس الزوايا، هنا هنقيس الاطوال. نقطه البدايه بتاعتنا هي انا عندي نقطتين، نقطه اسمها A معلومه ونقطه اسمها B معلومه ونقطه مجهوله عاوز احسب الاحداثيات بتاعتها. المرة اللي فاتت كنت واقف عند A وقست الزاوية دي، واقف عند B وقست الزاوية دي، ومنها عملنا الحلول قعدنا نشرح فيها النص ساعة اللي فاتت. لا دلوقتي مش كده،
دلوقتي انا مش هقيس الزوايا، انا هقيس ايه؟ الاطوال. هقيس المسافه من A ل C، يعني اللي هيبقى معلومه عندي L A C، وهقيس المسافه من B ل C، يعني هيبقى معلومه عندي L B C. امتى بتستخدم الطريقه دي؟ اما بقدر اقيس المسافه بدقه عاليه، المسافات البسيطه، او بعد التطور في الاجهزه المساحيه بقيت اقدر اقيس من غير شريط ولا حاجه، بقدر اقيس المسافه بدقه عاليه. فده بيسمح لي ان انا استخدم برضو الطريقه دي المسافات الطويله اللي بتبقى اكبر من اطوال الشريط. طيب ايه المعلومه عندي؟ احداثيات النقطتين A و B، ماشي، A و B نقطتين معلومين الاحداثيات زي المره اللي فاتت. طول الضلعين من المعلوم للمجهول، من النقطة المعلومة B للنقطة C، ومن النقطة المعلومة A للنقطة C، يعني طول الضلعين من المعلوم للمجهول هنا، ومن المعلوم النقطة المعلومة للنقطة المجهولة هنا برضه. والمطلوب النهائي هو حساب إحداثيات النقطة C. نشتغلها إزاي؟ أنا عندي ثلاث أطوال، بتوع الضلع ده من A ل C أنا قست المسافة دي، ومن B ل C قست المسافة دي، إنما من A ل B أنا عارف المسافة ما بينهم؟ تحديدًا الإحداثيات. أكيد زي ما زميلكم بيقول، النقطة A والنقطة B أصلًا معلومين الإحداثيات، فأي حاجة فيها عاوز تحسبها احسبها. هتحسب إيه أكيد؟ هتحسب الطول، لو فرق الإحداثيات في اتجاه X وفرق الإحداثيات في اتجاه Y كل واحد فيهم تربيع تحت الجذر، هيجيب لي الطول من A ل B زي ما عملنا المرة اللي فاتت في المثال اللي فات. وهجيب فرق الإحداثيات الأفقي وأقسمه على فرق الإحداثيات الرأسي، وأجيب التان ماينس 1 بتاعهم، يبقى هجيب زاوية الانحراف المختصر برضه زي المثال اللي فات. يعني الضلع ده عارف طوله وانحرافه، الضلع ده عارف طوله بس، الضلع ده عارف طوله بس. والهدف بتاعي إيه؟ إن أنا الضلع ده اللي أنا عارف طوله انحرافه. ليه اجيب طوله؟ انا عارف طوله، قسته او ادوني في المساله، ناقص ان انا اجيب انحرافه ليه؟ عشان اروح للقانون الاخير بتاعي، ان الطول الاحداثيات بيساوي احداثيات النقطه المعلومه زائد المركبه الافقيه للضلع الواصل ما بين النقطه المعلومه والنقطه المجهوله، اللي هو ال ساين سيتا او ساين زاويه الانحراف، وال في كوساين زاويه الانحراف، اللي هو مدوني من بدايه المساله. يبقى اللي انا بدور عليه هي الزاوية دي، زاوية الانحراف. وزاوية الانحراف دي بتيجي ازاي؟ عن طريق انحراف الضلع المعلوم، يجمع عليه الزاوية دي او يطرح منه الزاوية دي على حسب الوضع بتاعي. ايه الزاوية دي؟ الزاوية المقاسة عند النقطة A او الزاوية المقاسة عند النقطة B. طب ازاي احسب الزاوية المقاسة عند النقطة A او الزاوية المقاسة عند النقطة B؟ ارجع بقى لقانون الكوزاين. قاعدة الكوزاين بتقول ايه؟ ان طول اي ضلع تربيع بيساوي الاول تربيع زائد التاني تربيع ناقص التاني في الاول في كوزاين الزاوية المحصورة ما بينهم. فاكرين اكيد القانون ده وتستخدمه كتير جدا. يبقى مثلا ال بي سي تربيع اللي في القانون بتكرر مرتين، تشتغل على ده تشتغل على ده، اشتغل على الاولاني ال بي سي تربيع، ده بيساوي ايه؟ تربيع وشرطه سالبه، ودي الناحيه الثانيه بيساوي ال اي سي تربيع، بيساوي ده تربيع زائد ده تربيع ناقص اتنين الاول الثاني وكوزاين الزاويه المحصوره ما بينهم. كوزاين الزاويه المحصوره ما بينهم اللي هي زاويه ايه؟ ايه؟ نغير شكل القانون، انا بدور على الزاويه ايه فخليها لوحدها في جنب الشمال في الطرف الشمال، يبقى كوزين ايه بتساوي ده تربيع زائد ده تربيع ناقص ده تربيع على اتنين ده في ده. الشكل ده انتوا مش متعودين عليه في القانون، انما هو ايه؟ هو القانون العادي بتاعنا. السطر اللي كان خط مستقيم كده كله مكتوب على نفس السطر، طول اي خط تربيع بيساوي طول الخطين التانيين تربيع ناقص حاصل ضربهم ناقص ضعف حاصل ضربهم في كوزين الزاويه المحصوره ما بينهم.
من القانون ده هجيب الزاوية ايه من القانون ده، بس هغير الاطوال كل بدل هنا مكان الطول المقابل للزاوية ايه، انا بحسب الزاوية بي يبقى هجيب الطول المقابل ليها اللي هيبقى اسمه المقابل لبي هو ايه، هو اي سي، فده هنا بس هيبقى اي سي. وطبعا بالتبعية اسماء بقية الاطوال هتتغير، بقية الاضلاع هتتغير. المهم بحسب الزاوية ايه او احسب الزاوية دي، ومنها بحسب الانحراف بنفس طريقة المثال اللي فات على حسب شكل الرسمة اجمع او اطرح. يعني لو انا عندي انحراف، لو عندي الزاوية ايه وعندي انحراف اي بي على الرسمة دي، اجمع ولا اطرح عشان اجيب انحراف اي سي؟ عندي انحراف اي بي وعندي الزاوية اللي عند A عشان أجيب، عندي انحراف AB وعندي الزاوية اللي عند عشان أجيب انحراف AC، أجمع ولا أطرح؟ زي ما قال زميلكو ده أقرب للاتجاه الشمالي يبقى أطرح. طب لو عندي انحراف EA وعاوز أجيب منه انحراف BC يبقى أجمع ولا أطرح؟ أجمع الزاوية، الزاوية دي بعد ما جبت الطول والانحراف بتاع الضلع ده او بتاع او تاني اهو او لده او ده، اعوض في القانون اللي بيقول ان احداث الافقي للنقطة المجهولة يساوي الاحداث الافقي للنقطة المعلومة زائد المركبة الافقية من ايه؟ من المعلوم للمجهول، من A ل-C، من A ل-C. في الأطوال طبعا مش هتفرق تاني، إنما في الانحرافات هتفرق. يعني L سين ألفا و L كوزين ألفا، يتحسب من النقطة A يتحسب من النقطة B، ولو عندك وقت تحسب في الامتحان تحسب، بس الأحسن في الامتحان إنك تحسبها مرة واحدة وتبقى صح، تبقى مركز فيها. طيب ناخد مثال إنشاء إحدى نقط الثوابت الأرضية جنوب الخط AB، خط AB ودي جنوبه، تم الرصد من نقطتين A و B، معلومتي الإحداثيات مديني إحداثيات النقطة A وإحداثيات النقطة B، وتم قياس المسافة من A لQ ومن B لQ، وطلعوا زي ما على الرسمة 5 الأولانية و 75 الثانية، وعاوز يحسب إحداثيات النقطة Q. نعوض في القانون بتاع الكوزين، يعني عندي ثلاث أطوال معلومين، عوض في القانون بتاع الكوزين أجيب الزاوية اللي عندي إيه، الزاوية اللي عندي إيه طلعت 51 درجة 57 دقيقة. أشوف انحراف A B، انحراف A B بيساوي إيه؟ بصوا كده على الأرقام اللي قدامكم، الإكس عندي إيه بمية وعندي B ب180، يعني نقطة B يميني ولا شمالي؟ لا يمين النقطة A. طيب الواي عند النقطة A ب100 والواي عند النقطة B برضو ب100، يبقى الخط ده مايل ولا أفقي ولا رأسي؟ الواي هي هي، يبقى الخط ده أفقي. الخط الأفقي اللي ماشي من A ل B انحرافه كام؟ الخط الأفقي اللي ماشي ناحية الشرق انحرافه كام؟ بنعرفه 90 درجة، يعني انحراف A B 90 درجة. طب انحراف B A اللي مش عاوزينه، انحراف B A كام؟ 270. ماشي لو واقف عند B وماشي ناحية A، همشي شرق ولا غرب؟ همشي غرب، افقي برضو، يبقى انحراف الضلع بتاعي ده كام؟ 270. طب لو انا حسبت الاولاني وكان ما افكر واحسب من الرسم، عاوز اجيب انحراف الضلع دي ايه، ده كان من ايه لبي 90، يبقى بالحساب من دي لايه عكسه، يبقى لو ده امامي الثاني هيبقى خلفي، يبقى اجمع والله 180، اجمع 180 خلاص. خدوا بالكم ان ساعتها بتبقى حاله خاصه كده ممكن تلخبطك، يعني انت واخد ان الانحراف بتجيبه ازاي، دلتا اكس على دلتا واي يطلع تان ماينس 1، بتبقى حاله خاصه كده ممكن تتلخبط فيها، بس دي هتسهل لك في الارقام بتاعه الحل بتاعك. المهم حسبت انحراف AB 90 درجه،
والقانون بتاع الكوزين حسبت الزاوية اللي عندي ايه من الرسم، انحراف اي كيو اكبر ولا اصغر من انحراف اي بي من الرسم، محدش يبص على الارقام. انحراف اي بي 90، انحراف اي كيو اكتر من 90 ولا اقل من 90 ولا ملوش علاقة؟ اكتر من 90. اكتر من 90. انحراف اي كيو هو الزاوية من الخط الرأسي الوهمي ده مع عقارب الساعة لغاية الضلع، هيطلع لي زاوية كده بالشكل ده اكتر من 90. طب انحراف اي كيو في الحالة دي يتجاب ازاي؟ ان اجيب انحراف اي بي واجمع ولا اطرح منه الزاوية اللي عندي ايه؟ لا اجمع الزاوية اللي عندي، يعني انحراف اي كيو يساوي انحراف اي بي زائد الزاوية ايه. عرفت منين انها زائد مش ناقص؟ ده القانون اللي كان لسه الاستاذ اللي قبلها بيقول لي ايه؟ ناقص. ناقص عشان كانت النقطة في اتجاه تاني، كانت النقطة لفوق مش لتحت. فهتبص هتلاقي لو النقطة فوق مش لتحت القانون بيتغير. لو النقطة A والنقطة B اتعكس اتجاههم بقت دي اليمين دي ودي الشمال دي القانون يتغير. فعشان مش هقعد احفظ قوانين كتير ملهاش معنى، انا برسم الشكل بتاعي والشكل بتاعي هو اللي بيقول لي اطرح ولا لا. طيب عشان كده هتلاقي في الامتحان دايما اللي بيجي لك بيقول لك ايه في التنبيه في البدايه كده، ارسم الاشكال كلما امكن ذلك. مش بترسم عشان تاخد عليها درجه، لا بترسم عشان انت ما تغلطش. طيب فكده انحراف الضلع اي كيو طلع 141 درجة 57 دقيقة 7 وشوية ثانية. نعوض في القانون بتاع الإحداثيات، هبتدي من النقطة المعلومة اللي هي النقطة A زائد L كوزين ثيتا L ساين ثيتا، وبالنسبة لـ Y الإحداثي Y زائد L كوزين ثيتا. أجيب المركبة الأفقية والمركبة الرأسية. تتوقعوا إن الحل الرقمين اللي طلعوا لنا دول ما نبصش عليهم. نرجع تاني للشكل بتاعنا، تتوقع ان الاكس بتاعت A والاكس بتاعت كيو ايه العلاقه ما بينهم؟ مين الاكبر من الرسمه؟ الاكس بتاعت كيو. طيب هي الاكس بتاعت A كام؟ ب 100، وطلعت معانا بكام؟ ب 155 وشويه، شكل الحل صح. طب الواي بتاعت كيو هتبقى اعلى ولا اقل من الواي بتاعت الاي والبي من الرسمه؟ انها اقل، انها جنوب النقطه، حتى هو الراجل قايل لي في الاول انها ولا ما قالش قال انها جنوب الخط اي بي. جنوب الخط اي بي يعني لتحت، يعني الواي بتاعتها اكيد طلع هتطلع اقل. طلعت معانا في المساله قال والله اكتر، طلعت 29 واي وبي كانت الواي بتاعتهم كام؟ 100. ماشي، يبقى الحل كده شكله ماشي صح. تمام كده ان شاء الله. ندخل بقى على الجزء الاخير في محاضرة النهاردة، والوقت ضيق فهنجري فيه برضو شوية. التقاطع العكسي، التقاطع العكسي النقطة اللي بنقف عندها مش النقطة المعلومة اللي بنقيس منها زوايا او اطوال، لا انا باخد القياسات بتاعتي من النقطة المجهولة. الحاجات دي بتستخدم في اما بكون مش قادر اوصل للنقطه المعلومه. ساعات النقطه المعلومه دي بتبقى نقطه متثبته على حيطه، فلا يمكن اخد الجهاز بتاعي واثبت التدوليت على نقطه مسمار مثلا او حاجه متثبت في حيطه او سور مبنى. وليه زي ما مشروح عندكم هنا، ليه بثبت في النقط اللي هي زي الاسوار والحاجات دي؟ لانها بتبقى بعيده عن حركه الناس، يعني بتبقى النقطه مركونه شويه، ما حدش بيمشي على الحيطه على الاقل، يعني ما فيش بني ادمين بيمشوا على الحيطه، مفيش عربيات برضو بتمشي على الحيطة او على السور. فده بيخلي النقطة دي ثابتة ومتأمنة اكتر، غير النقطة اللي ممكن تكون مثبتة في شوارع او على رصيف، يعني ممكن تكون في بعض الاماكن معرضة لانها تتلف او تتشال من مكانها. طب فده التقاطع العكسي، التقاطع العكسي بالمنظر ده، يبقى عندي نقط معلومة ونقطة مجهولة، فانا بقف عند النقطة المجهولة ومنها اللي برصد الحاجات بتاعتي. برصد الزوايا بتاعتي. ايه اللي عندي؟ احداثيات النقطه A وB وC، نقطه A وB وC من المكان المجهول ده انا شايفه.
هقدر اشوفهم وارصد عليهم. بترصد عليهم ايه؟ برصد عليهم الزوايا. طب هما ثلاث نقط مجهوله، بقدر اقيس فيهم كام زاويه؟ بقدر اقيس زاويتين اللي سميناهم هنا ام وان. فانا وقفت هنا مثلا بالتدليت وخدت قرايه هنا وخدت قرايه هنا وخدت قرايه هنا، اطرح اول قرايتين من بعض اجيب الزاويه ام، اطرح ثاني قرايتين من بعض بجيب الزاويه ان. وايه المجهول عندي؟ اكيد المجهول عندي زي المثالين اللي فاتوا احداثيات النقطه بي. النقطه دي هي اللي عاوزين نجيب احداثياتها. هناخد طريقه من الطرق بتاعه الحل، وهي طريقه طويله فركزوا بقى بقدر الامكان. دي خطوات الحل، وبعدين هناخد مثال. خطوات الحل: من قراءه الدائره الافقيه نحسب الزاويتين ام وان. عندي هنا قرايه وهنا قرايه وهنا قرايه، بطرحهم من بعض بجيب الزاويه. زي اول مثال، شبه اول مثال جالنا النهارده. عندي الضلع A B معلوم والضلع B C معلوم، فبحسب طول الخط A B وانحرافه وطول الخط B C وانحرافه. هنا وهو بيحسب الانحراف بتاع الـ A B كتب الأول إيه؟ الـ B وبعدين كتب الـ A. وهو بيحسب عند السي وبيجيب انحرافه، مش مهم الترتيب هنا، انا مهم بالنسبه لنا ترتيب الانحراف. حسب عن وقف عند بي وجاب انحراف بي سي، يعني هنا هو حسب الانحراف ده والانحراف ده في الخطوه 2 والخطوه 3، الانحرافين دول حسبهم من نفس النقطه، النقطه اللي اسمها بي. عمل كده ليه؟ عشان لما يطرحهم من بعض يجيب الزاويه دي، الزاوية اللي ما بين الضلعين بي سي وبي اي. الزاوية ما بينهم تتجاب ازاي؟ فرق الانحراف بتاع بي اي وفرق عن الانحراف بتاع بي سي، فرق الانحرافين من بعض. يبقى الخطوة الثانية ان احنا بنقيس او بنحسب طول الضلع وانحرافه مقاس من النقطة بي. النقطة بي في حالتنا هنا هي النقطة بي، مش اختفت، هي النقطة بي. النقطة بي دي ليه هنا حسب المرتين من عند النقطة بي؟ لأن النقطة بي هي النقطة اللي في النص ما بين النقطة A وC. فحسب طول وانحراف هنا وحسب طول وانحراف هنا، بعد كده بحسب الزاوية ABC، الزاوية ABC نتكلم عليها اللي هي بتساوي إيه؟ بتساوي فرق الانحراف ما بين الاتنين. وبرده تنبيه اللي مكتوب هنا والملاحظة اللي ما بين القوسين ده على حسب الرسمة. فلازم ترسم الشكل بتاعك عشان تحله صح. المهم ان انا جبت الزاويه الكبيره دي من A ل-C مقاسه من عند النقطه B. بعد كده بجيب مجموع الزاويتين BAB، يعني الزاويه دي زائد الزاويه اللي في الناحيه الثانيه BCB BDB. الزاويه دي بجيب الزاويه دي والزاويه دي، مجموعهم كام؟ انا اللي فوق الاثنين مع بعض جبتهم بفرق الانحرافات. طب الاثنين التانيين دول الزاويه عند ايه والزاويه عند سي، الاثنين مع بعض مجموعهم ايه؟ مجموعهم بيساوي 360 درجه. لو الشكل الرباعي ده اطرح منه الزاويه ام واطرح منه الزاويه ان واطرح منه الزاويه الكبيره دي اللي هي مجموعهم، مجموع الزاويتين دي ودي اللي انا مش عارف دي كام ودي كام، بس عارف مجموعهم لو فرق الانحرافات. تمام؟ اللي هيطلع لي اللي هيتبقى لي ايه؟ مجموع الزاويه ايه زائد مجموع الزاويه سي. قانون بتحسب حاجه اسمها اس، الزاويه اس. الزاويه اس دي بتساوي 360 درجه، بعيد تاني، 360 درجه ناقص الزاويه اللي انت عارفها اللي هم كام زاويه؟ زاويه ام والزاويه ان، حسبناهم دول او قسناهم فما فيهمش مشكله، ناقص الزاويه اللي عندي بي.
كبيرة لمجموع الزاويتين الصغيرين دول، اطرحهم من بعض اجيب الزاوية اس. الزاوية اس دي ايه فايدتها في القانون ده اللي هنحفظه زي ما هو كده؟ بيقول ان كتان الزاوية بي اي بي، يعني كتان الزاوية دي، كتان اللي هو واحد على تاني، كتان الزاوية دي بيساوي كوزين اس اي اس دي مجموع الزاويتين اي وبي، اي وسي، كوزين اس مجموع الزاويتين على بعض في ال اي بي. انا كوتان تاني يعني مكتوبها صح؟ في ال اي بي مضروب في ساين ان، اللي بي اي بي في ساين ان على اللي بي سي في ساين ام مضروب في ساين اس. احفظوه زي ما هو كده. احفظوه زي ما هو كده من غير اثبات. ده هيطلع لنا الزاوية ايه. بعد ما بتطلع الزاوية ايه تبتدي الزاوية دي اللي هي ايه تجمعها على انحراف اي بي على حسب الرسمة بتاعتنا عشان تجيب انحراف الضلع اي بي. عشان نجيب انحراف اي بي يبقى الضلع اي بي اللي انا بدور عليه اللي واصل من نقطة معلومة لنقطة مجهولة جبت له ايه لغاية دلوقتي؟ جبت له انحراف اللي هو اي بي. الخطوات دي كده كلها وصلتني لغايه ان انا اجيب انحرافه بس. طب انا عاوز اجيب طوله كمان. ارجع لقاعده الساين من نفس المثلث ده اللي هو اي بي بي او بي اي بي ده، نحسب طول الضلع اي بي. احنا حسبنا الزاويه دي وقسنا الزاويه دي، يعني الزاويه الثالثه كمان دي عارفينها في المثلث ده الصغير اللي على الشمال، المثلث ده انا عارف الطول ده، سوري انا عارف الطول ده، طول اهو معلوم، وحسبت الثلاث زوايا بقى المثلث ده معلوم الثلاث زوايا بتوعه والضلع من الاضلاع، يبقى ينفع عن طريق قاعده الصين اللي كانت معانا في الحاله الاولى بتاعه الزوايا ينفع منها اجيب طول الضلع اي بي. الضلع ده اي بي حسبت انحرافه من شوية، وبعدين هروح لقاعدة الصين المثلث اللي على الشمال معلوم الثلاث زوايا بتوعه خلاص، وفي ضلع معلوم اللي هو اي بي اللي وصل ما بين النقطة المعلومة A والنقطة المعلومة B، يعني عارف الطول بتاعه وحسبته اهو من في البداية في الخطوة رقم 2. المثلث ده معلوم طول وثلاث زوايا، هروح على قاعدة الصين اجيب طول ال اي بي. جبت طول ال اي بي اللي واصل من المعلوم للمجهول وجبت انحراف اي بي، يبقى خلاص هتروح على اخر معادلتين اللي دايما بينتهي بيهم الطرق كلها، ان الاولى بيساوي الاحداث بتاع النقطه المعلومه زائد الطول في كوزين زاويه الانحراف في ساين زاويه الانحراف في اتجاه اكس، ولو بتتكلم على الاحداثي الراسي يبقى الواي زائد الواي بتاع المعلوم بتساوي الواي بتاعه النقطه المعلومه زائد ال في كوزين زاويه الانحراف، وفي الحالتين بس انحراف الدائري. طيب طريقه طويله وفيها لخبطه، هنحاول ناخد مثال يوضح لنا الحل شويه. في حاجه طب في البدايه كده مش مفهومه لان المثال ممكن يلخبطنا اكتر عشان يبقى فيه ارقام صعبه شويه، في خطوه هنا مش مفهومه خدها تاني في دقيقة واحدة بسرعة. من الرايات بتاعت الدايرة الأفقية عند النقطة المجهولة B اللي أنا واقف عندها بجهاز التدوليت الزاوية M وأحسب الزاوية N، دي أسهل خطوة. بطرح الرايات من بعضها بجيب الزوايا. بعد كده للخط المعلوم ده والخط المعلوم ده بجيب طوله وانحرافه هنا وطوله وانحرافه هنا. بعدين من الانحراف ده والانحراف ده حرف بتاع الضلعين المعلومين بجيب الزاوية اللي ما بينهم
يحصروا ما بينهم زاوية شكلها ايه؟ للخطوة رقم 4. خطوة سهلة بعد كده حسابية، ان انا بجيب مجموع الزاويتين اللي عند الـ A والـC، الاتنين مع بعض قيمتهم كام؟ قيمتهم بتتجاب 360 درجة ناقص مجموع الزاوية M وN والزاوية اللي عند الـ B الكبيرة. جبت القيمة اللي اسمها S، باخدها وادخل بيها في القانون ده، بحسب الزاوية اللي عند A. وطبعا ممكن تعكس القانون وتحسب الزاويه اللي عند C في المثال بتاعنا، انما خلينا في اللي مكتوب قدامنا بحسب الزاويه اللي عند A من القانون ده. بعد ما عرفت الزاويه اللي عند A دي، بقى عندك انحراف الضلع وزاويه، على حسب اتجاهات الرسم بتحسب انحراف الضلع المجهول. الضلع المجهول اللي عندنا اللي هو من النقطه المعلومه A للنقطه المجهوله هنا في الخطوة رقم 6. طيب لو حسبت الانحراف والخطوة اللي قبليها انت حاسب الزاوية، طب انا عارف الزاوية دي، ومن فرق القرايات بتاعة الدائرة الأفقية جبت الزاوية M، يبقى المثلث ده 180 درجة ناقص الزاوية A ناقص الزاوية M هيطلع لي الزاوية الصغيرة اللي مخاصة عندي B ما بين النقطتين A و B. الثلاث زوايا معلومين او اتحسبوا خلاص، وعندي طول معلوم هبتدي منها اجيب طول الضلع اي بي. الزاويه الثالثه دي حسبتها ليه؟ لان الضلع اللي انا عاوز احسبه اللي اسمه اي بي من النقطه المعلومه للنقطه المجهوله، الزاويه المقابله ليه هي انهي زاويه؟ هي الزاويه دي. فعشان كده حسبتها. حسبتها ازاي؟ 180 درجه ناقص الزاويتين الثانيين الام والايه. يا دكتور لو سمحت. نعم. هو القانون اللي في الخطوه رقم 6 ده ثابت كده ولا؟ ده ثابت للنقطه ايه. طب ولو الرسمه اتغيرت هقدر اطبق القانون ده على حاجه ثانيه ولا اعمل ايه؟ لا هتطبق القانون زي ما هو، بس الاطوال والزوايا اللي عندك هي اللي هتختلف، انما هو هيظبط نفسه باحداثياته باشاراته يعني. تمام يا دكتور. ندخل على مثال ده من 10 دقايق نخلص فيها المثال ده ان شاء الله. حساب احداثيات النقطه كيو تم الرصد باستخدام التدوليت على ثلاث نقط. رصد على ثلاث نقط معلومه الاحداثيات، يبقى ده تقاطع امامي ولا تقاطع عكسي؟ امامي ولا خلفي؟ بما ان من النقطه المجهوله رصدنا على ثلاث نقط عشان تعرف المساله بتاعتك هي انهي واحد في الثلاثه، انهي حاله من الثلاثه ما تتلخبطش. رصدت على ثلاث نقط يبقى ده تقاطع، ثلاث نقط معلومين يبقى ده تقاطع عكسي. النقط دي كانت مثبتة على حائط عشان كده ما عرفش يوصل لها. وقفت على النقطة كيو، رصدت عند A و B و C، وقفت عند كيو رصدت عند A و B و C، خدت الثلاث قرايات دول. يبقى تقدر تجيب الزاوية الأولانية، أيوه هي القراية عند B كام؟ 43 درجة، والقراية عند A كام؟ 13 درجة. يبقى الزاوية دي اللي كانت في المثال اللي فات اسمها M هتساوي كام؟ 43 ناقص 13. ماشي. طب دي قرى التلاتة، الاتجاه ده قرى 43، بس لما وجهت عند C قرى 63. يبقى الفرق ما بين الA ما بين الB والC بيعملوا زاوية قد ايه؟ 63 درجة ناقص 43 درجة اللي هم الرقمين دول، تطلع الزاوية دي اللي هتطلع 20. افتكر الرقم ده انتم مش شايفينه، انما دي فرق القرايتين طلع 30 درجة، وهنا فرق القرايتين طلع 20 درجة، يبقى اللي على الشمال 30 واللي على اليمين 20، جت منين ال 30 وال 20؟ فرق القرايات. طيب نرجع كده سلايد واحدة، يبقى من القراءات هنا عملت ايه؟ ام وان، ام طلعت ب 30 وان طلعت ب 20. عاوز احسب طول وانحراف الاضلاع اي بي وبي سي. ماشي، دي الخطوة 2 والخطوة 3. الخطوة 2 اهي اللاين اي بي في دلتا اكس ودلتا واي، هو مديني اكس وواي، ايوه يعني نقط معلومة الاحداثيات. النقطة A احداثيات اهي الاكس والواي، والنقطة B والنقطة C كمان. انا دلوقتي للضلع اي بي يبقى اهتم بالاحداثيات بتاعت الاي
والإحداثيات بتاعت البي. دلتا إكس المية تسعة وتمانين ناقص المية وسبعة طلع 82، ودلتا واي المية 132 ناقص 93، 132 وشوية ناقص 93 وشوية، يبقى دلتا واي طلعت 38 وشوية. ادي دلتا اكس وادي دلتا واي، مركبة افقية ومركبة رأسية. الجذر التربيع بتاعهم طلع لي طول الضلع اي بي، وتان ماينس 1 دلتا اكس على دلتا واي، تان ماينس 1 دلتا اكس على دلتا واي هتطلع لي زاوية الانحراف المختصر طلعت كام؟ 64 درجة على الرسم 64 درجة. ما هي الزاوية دي من الصفر للتسعين طلعت 64، ماشي يبقى الشكل كده صح. ده انحراف الضلع اللي اسمه ايه؟ اي بي، اللي ماشي من ايه رايح بي. تمام. تكروا هنا كان بيقول لك احسب انحراف ايه، مش اي بي، لا بي اي، احنا اللي حسبناه انحراف اي بي. اللي عملناه عند الضلع اي بي هنعمله عند الضلع بي سي. خطوة رقم 3، للخط بي سي هجيب فرق المركبات الأفقية وفرق المركبات الرأسية. الجذر التربيع بتاعهم هيجيب لي لمربعاتهم يعني هيجيب لي طول الضلع بي سي، ماشي، وزاوية الانحراف دائري الانحراف المختصر هتبقى تان ماينس 1 دلتا اكس ال 51 على الدلتا واي ال 34، فطلعت لي زاويه 56 درجه. 56 درجه دي يعني ربع، دي زاويه الانحراف المختصر. الانحراف المختصر ربع الثاني، ايوه، زاويه الانحراف المختصر ما بيتقالش رقم وخلاص، لازم يتقال انت في انهي ربع، يعني بتقيس من اتجاه الشمال ولا من اتجاه الجنوب، وماشي ناحية الشرق ولا ناحية الغرب. نعرفها منين؟ من إشارات المركبية هنا موجبة. يبقى أنا يا إما في الربع الأول يا إما في الربع الثاني اللي فيه الإكس موجب، بس الواي هنا إيه؟ سالب. يبقى أنا في الربع الكام؟ الثاني. يعني الزاوية المقاسة دي مقاسة من اتجاه الشمال ولا الجنوب؟ لا، مقاسة من اتجاه الجنوب. ليه؟ عشان الواي سالب. وناحيه الشرق ولا ناحيه الغرب؟ لا، ناحيه الشرق. ليه؟ لان الاكس موجب. طب هو الرسمه بتقول كده؟ ايوه الرسمه بتقول كده، ان انا من البي رايح ناحيه السي، من البي انا في الربع الكام؟ في الربع التاني. والزاويه اللي هقيسها اللي اتقاست وطلعت لي 56 درجه دي هي انهي زاويه؟ هي الزاويه من اتجاه الجنوب بقى للخط، ماشي، مع عقارب اللي انا برسمها دي. لو شايفيني انا برسم مع عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه؟ الزاويه دي مقاسه من الجنوب، مع العقارب ولا عكس العقارب؟ عكس العقارب. ليه عكس العقارب؟ عشان انا في الربع الثاني، زاويه الانحراف المختصر بتقاس عكس عقارب الساعه يعني، او ناحيه الشرق. طب لو دي 56 درجة، الزاوية من الجنوب للضلع 56 درجة، يبقى من الشمال للضلع نفس الضلع كم درجة؟ 180 ناقص زاوية الانحراف المختصر. ده في الربع التاني. لو عندك زاوية الانحراف المختصر وعاوز تحولها لدائري يبقى 180 ناقص زاوية الانحراف المختصر. برضو دي قلناها في محاضرة المراجعة اللي كانت من يجي شهرين كده. دي لو عاوز قانون وتحفظه، لو مش هتحفظ دكتور هو انا لازم اجيب الانحراف المختصر وبعد كده اجيب من الانحراف الدائري؟ ايوه، اما بجيب تان ماينس 1 الزاويه اللي بتطلع لي هنا زاويه الانحراف المختصر. بصرف وانا لو حطيت ثانيه واحده، بصرف النظر انت في انهي ضلع، فالزاويه اللي هتطلع لك من 0 ل 90. انما العكس، لو انا عندي بقى زاويه الانحراف الدائري وبجيب المركبه الافقيه والراسيه، مش لازم احولها لانحراف مختصر. لا، يعني تقولي لي ساين 30، ساين 200، ساين 170، هي بتظبط نفسها. الساين اللي بتطلع لك من الكالكوليتر تطلع باشاره، قيمه واشاره. انما العكس، اما عندك انحراف مركبات وعاوزه تعرفي انحراف مختصر،
تعرفي الانحراف، فاللي بيطلع لك دايما انحراف مختصر. دايما الكالكوليتر اللي معاك هتطلع لك قيمه من 0 ل 90. اعرف منين بقى الانحراف الدائري بتاعها؟ على حسب الربع بتاعي. والربع ده بيتجاب ازاي؟ عن طريق اشاره المركبه دي واشاره المركبه دي. يعني في اللاين اي بي كان موجب موجب، يبقى انا في الربع الاول. في الضلع بي سي كان موجب وسالب، موجب وسالب يبقى ما يتحققش الا في الربع الثاني. لو الاثنين كانوا سالب يبقى بقى في الربع الكام؟ زي المثال اللي خدناه في الربع الثالث. وطبعا لو الموجب اكس موجب اكس سالب وواي موجب، يبقى انا في الربع الرابع. نرجع تاني عشان نلحق نخلص المحاضره. انتوا عندكم محاضره بعد دي؟ عندكم محاضرة تانية على طول؟ عندنا خرسانة. خرسانة؟ طيب يبقى نجري. يبقى طول الضلع حسبناه والانحراف خلاص حسبناه. هنجيب الزاوية اللي عند طيب غالبا الرقم ده بس مكتوب غلط. هنحسب انحراف بي اي وانحراف بي سي. الفرق ما بينهم هو الزاوية المقاسة عند بي. الزاوية دي مكتوبة غلط، دي البي هي اللي في النص. الزاوية اللي في النص اللي ما بينهم هي فرق الانحرافين المقاس ايه عند النقطة بي. خدوا بالكم بس ان الانحراف اللي عند النقطة بي مش 64، ده ال 64 ده مقاس من النقطة ايه؟ خدوا عند ما يناظره عند النقطة بي، يعني مش الأمامي هيبقى الخلفي. يبقى ناخد الرقم ده ونعمل فيه ايه؟ ال 64 نجمع عليها 180 درجة. هو عمل هنا كده، خد ال 64 جمع عليها 180. ليه جمع 180؟ لأن الانحراف اللي طالع من المسألة مش المقاس عند النقطة بي، ده المقاس عند النقطة A. المقاس هنا. لو نفس الانحراف قسته من عند النقطة بي هيبقى هو هو، بس أجمع عليه 180 درجة أو أطرح منه 180 درجة. بما إنه أقل من 180 يبقى أجمع عليه 180، يبقى ال 64 بجمع عليهم 180، أجيب الانحراف اللي عند النقطة بي. اطرحهم من بعض اجيب الانحراف، اجيب الزاويه المقاسه عند النقطه دي. دكتور معلش، وانا امتى بجمع 180 وامتى بطرح 180 على الانحراف؟ لو الانحراف 90، لو الانحراف 100 ينفع تطرح منه 180؟ لا، لانه اقل من 180 يبقى في الحاله دي تجمع. ولو طرحت هيحصل ايه؟ هتطلع كام؟ رقم بالسالب. رقم بالسالب يبقى تجمع عليه من غير ما تلخبطك، تجمع عليه 360 درجه يطلع لك الحل الصح. يعني لو ينفع يطرح منه 180 اطرح، لو ما ينفعش يبقى اجمع. لو اقل من 180 اجمع 180، ولو اكتر من 180 اطرح 180. طب لو هو 180 بالظبط بقى تبقى انت اسمك ايه؟ محمد نصر. ايه يا محمد، ايه السخافه دي؟ يبقى صفر يا محمد. تمام، مش انت الصفر، يبقى الانحراف هو الصفر. تمام. الخطوه اللي بعديها بنجيب الزاويه اس اللي هي مجموع الزاويه دي زائد الزاويه دي، الزاويه اللي عند الاي والزاويه اللي عند السي. 360 درجه ناقص الزاويتين ال 30 وال 20 من تحت، والزاويه كمان المقاسه عند النقطه بي. تاني خدوا بالكم ان البي دي مكتوبه غلط، البي دي في النص. الزاوية اسمها سي بي اي، واضحة يعني. طيب حسبت الزاوية اس اللي هي مجموعة الزاويتين الاي والسي. بعد كده في القانون اللي قلت لكم احفظوه زي ما هو، بنجيب زاوية ايه بالتعويض في القانون، بنجيب الزاوية ايه. عرفت الزاوية ايه وعارف ان الزاوية اللي تحت دي 30 درجة، يبقى جبت الزاوية الثالثة بتاعت المثلث. 180 هي دي طلعت 95. الزاوية الصغيرة اللي فوق اللي هي جزء من الزاوية البي 121 دي هتطلع كام؟ هتطلع ازاي؟ 180 درجة ناقص الزاوية دي ناقص الزاوية دي. 180 درجة ناقص ال 95 زائد ال 30 ما بين قوسين، يعني ناقص شاملة الاثنين. فهتطلع ان الزاوية اللي عند الاي ب 54 درجة. عرفت ان الزاوية اللي عند ايه 54 درجة، يبقى عرفت الزاوية دي سوري الزاوية عند بي 54 درجة، وعارف ان دي 95 درجة، وعارف ان دي 30 درجة. خلاص يبقى كونت او قسمت ال 180 درجة على الثلاث زوايا.
عارف الطول ده احنا حسبناه في بداية المسألة كان طلع 90.53 من 100، 90.53 من 100 طول من A لB اهو، يبقى المثلث ده اقدر احله بقاعدة الساين واجيب طول الضلع AQ، طول الضلع AQ من قاعدة الساين عرفناه. طيب لسه ما حسبناش الانحراف، انحراف AB عارفينه وحسبنا الزاوية دي 95 درجة، يبقى انحراف AQ اجمع 95 ولا اطرح 100 اطرح 95؟ عارف انحراف AB اجمع بداية المسألة، والشكل بيقول لي ان Q تحت، يبقى الزاوية دي الجمع الزاوية الصغيرة دي اللي هي عند الـ A اللي طلعت من القانون الصعب ده طلعت 95 درجة، اطرحها ولا اجمعها من انحراف AB؟ لا من الرسم بيقول لي اجمعها، الرسمة بتقول لي اجمع، يبقى ال 95 مع انحراف الضلع اللي كنا حاسبينه كان 64 درجة، اجمعهم على بعض يجيب لي انحراف الضلع AQ. عرفت انحراف الضلع AQ؟ ضلع AQ حاليا اتحسب طوله من قاعدة الساين، اتحسب انحرافه عن طريق الزاوية اللي عند A اللي جبناها من القانون بتاع الكتان، يبقى الطول ده او الضلع ده معلوم طوله وانحرافه، نطبق في القانون اللي بننهي بيه كل طريقة من التلات طرق، احداثيات النقطة المجهولة بتساوي احداثيات النقطة المعلومة زائد L ساين زاوية الانحراف، وبالنسبة ل Y زائد L كوزين زاوية الانحراف. طيب. يعني لو في فرصة انكم بسرعة ترجعوا الامثلة دي وخصوصا المثال الاخراني لانه صعب شوية قبل ما تنسوه، او تلجأوا بقى للمحاضرة اللي هتبقى متسجلة ان شاء الله. بكرة ان شاء الله مع دكتور علي هتاخدوا المنحنيات. الشابتر بتاع المنحنيات وهينزل لكم الشيت والمحاضرة دلوقتي. الشابتر بتاع المنحنيات ده احتمال تلاقوا في مسألتين في الامتحان. عادة بيبقى في مسألتين في الامتحان. فلو سمحتوا تهتموا بيه. هنبتدي بكرة مع الدكتور علي وانا هكمل معاكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. وبكده ده يبقى اخر شابتر. نعم. ده يبقى اخر شابتر اللي هو بتاع بكرة. لا ده غالبا هيكون نظري. لو لحقنا نديه في المحاضرة الاخيرة يوم الحد الجاي كان بيها، لو ما لحقناش يبقى هو اصلا نظري يعني. طالما نظري مش لازم نحفظه يعني يتلغي وخلاص. اه يا دكتور يعني الامتحانات قربت. انتوا بتفصلوا في اني حاجه؟ في اني شابتر؟ الاخير خالص ولا اللي هتبتدوه بكره؟ لا بتاع بكره ده حاجه بتكون اكيد يعني انا اقصد على خير. ما هو بكره ده وهنكمله يوم السبت. بتاع يوم الحد الشابتر الاخير ده ما انا قلت لكم ما بيجيش فيه اصلا حاجه. خلاص يبقى نلغيه. الامتحان يعني ما تقلقوش. عندكم ما يكفي انكم تمتحنوا يعني الكورس بتاعكم طويل شوية. تقلقوش ان شاء الله خير. سلام. دكتور قاعدة امتحان الميد ترم امتى؟ مش قلنا غالبا يوم السبت اللي جاي ده؟ لا السبت مش هينفع اللي جاي عشان بيبقى فيه محاضرات اونلاين. ممكن يبقى السبت اللي بعده. هنتصرف يعني ما تقلقوش. بس بعتي لي اسماء الناس اللي هي امتحنتش والعذر بتاعها لو سمحت يعني. في محاضره خلصانه دلوقتي مش المره اللي فاتت خرجت بدري